رجل الأعمال الأستاذ مرشاد صاحب طبعا كباب مسلكي في فرع طبعا دبي. بداية أهلا وسهلا فيك أستاذ مرشاد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشرفتونا بحضوركم. نتعرف أكثر عن السيد مرشاد وكيف بدايته طبعا مع كباب مسلكي. أول شيء السلام عليكم المشاهدين الكرام، و بداية كان صراحة شوي صعب متعب ولكن جميل. سنة أذكر سنة 2010 فتانا أول فرع في الشارجة في مويلح، لما أنا كان عمري 18 سنة وما كان عندنا ولا خبرة في المجال المطعم، وكان عندنا بس وجبتين، تك بالروب لحم وتك بالروب دجاج، خبز روب خيار وسلطة وخلاص. والحمد لله توفقنا واشتغلنا صح وحاولنا نستخدم جودات عالية، اللحوم فرش ونخدم الناس شيء مميز، فالحمد لله قدرنا نفتح ثاني وهذا ثالث فرع في دبي والحمد لله رب العالمين. والله كباب بستكي بدا بتكب الروب لحم ودياي، ونحن متميزين في هالشيء ومعروفين ان عندنا احسن تكب الروب. هذا مو انا اقول، الناس اللي دائما يقولون، والحمد لله والشكر ان قدرنا نسوي هذا الشيء وهذا الانجاز، ان نقدر نخدم الناس مميز. ودائما انا والوالد كاساس صاحب الشركه صاحب المطعم بستكيه، الجودات اللي بنستخدمها نحاول نستخدم شيء مميز فريش دائما، يعني ما نحب نستخدم شيء في المطعم انه بس حق الناس والزبائن، نستخدم شيء اللي نحن نستخدم في البيت. هذا ذني السبب ان استخدمنا كل شيء فريش، وان شاء الله نحاول في المستقبل ان شاء الله بعد نخدم الناس باكل بالجودات اللي نستخدم والسرويس اللي نقدر نخدم الناس، ونحاول نطور يوميا ونكون متميزين في مجال المطاعم في دبي وطبعا في الإمارات.
طبعا نحن كبشر نعيش باهدافنا، لازم يكون عندنا هدف للمستقبل عشان نتحرك. ف انا والوالد طبعا عندنا هدف ان نفتح الاكثر فرع في جميع هالعمارات، في فجيره، في ابو ظبي، في راس خيمه، في عجمان. وقبل كل هذا نبان نفتح شيء في مستوى الناس، في مستوى دوله الامارات. فنعرف ان دوله الامارات ما شاء الله في المستوى عالي جدا، فنحن كرجال اعمال لازم نسوي شيء في مستوى الدوله ونرفع اسم البلاد وعلم البلاد. الصراحة كم نقول نتكلم في هالمجال قليل. الشكر والتقدير حمد وثناء من شيوخ دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه، الشيخ محمد بن راشد نائب الرئيس الدولة حاكم دبي، وجميع حكام الإمارات. طبعا البلاد بلاد الخير، وحمد الله ترزقنا هنا، توفقنا هنا وتعلمنا من شيوخ، عشان هذا نحاول قد ما نقدر نخدم الناس ونطور كل يوم أحسن وأفضل، ونكون واحد من المطاعم اللي إن شاء الله نقدر نرفع رأسنا واسم الدولة. رسالة شكر خاصة فيك يعني بتحب توجهها لأشخاص عزيزين عليك أو لشخص كان داعم؟ طبعا أول شيء الحكام الإمارات، ان هذه الفرصه، هذا البلد الامن والامان، اللهم ادم علينا الامن والامان والله يحفظهم ان شاء الله. وثاني شيء الناس، طبعا هنا نحن موجودين حق الناس، يعني نحن كنفتح المشروع في النهايه هم اللي ينورونا ويشرفونا بحضورهم، وان شاء الله نقدر نخدمهم. وطبعا الوالد كصاحب شركة بستكية، الأساس شركة بستكية، الله يطول بعمره والله يحفظها والله يحفظ الجميع. وأصحابي اللي دائما يكلموني ويساعدوني ويعطوني الأفكار. خبر الصدى المشاهدين، موقع كباب بستكي طبعا داخل إمارة دبي في فرع الجميع في نادي الشبا 2 أفينيو مول، مول طبعا جديد تقريبا ما دنا اكثر من 6 7 شهور. نعم. وفي الدرب دبي عين. نعم. هذا فرع الثالث لنا، وعندي فرع الورقه الرابع محطه كبرى مطعم لولو بستكيه، وعندي فرع في الشارجه مويله مطعم كباب بستكيه. هذا ثلاثة افرع اللي مالنا، ونحن هذه شركتنا. للاسف في مطاعم باسم بستكية ولكن مش تابع لنا. أنتم فقط الثلاث فروع التي ذكرتها. طبعا. ولكن الله يوفقهم. طبعاً أكيد. Yeah.